شكرا جزيلا لقناة لوسيت تي في والمعهد العالي للصحافة والاتصال بمدينة الدار البيضاء. اليوم ناقشت بحثي في ديني لشهادة الإجازة، أعطيته كعنوان حياة وراء القضبان. هي الوجهة التي سلكنا دور بها وخضنا في غمارها كي نناقش اليوم. الحمد لله حصلت على مشرف بنقطة 16 إلى 20، نقطة أفتخر بها تنضاف إلى رصيدي بعد أن حصلت على مشرف جدا في قانون الأعمال بالجامعة الدولية للرباط. نعم، انطلقت هذا الأسبوع مناقشة بحوث تخرج الماستر في الصحافة والإعلام بالمعهد، كما يتم استكمال مناقشة بحوث المتعلقة بالإجازة. هذه مناسبة طبعا ديال الحصاد، حيث أن الطلبة من خلال هذه البحوث ديال التخرج طبعا فيها المكتوب وفيها طبعا السمع البصري، يتم تقديم كل ما حصل عليه الطلبة على المستويات المهنية والأكاديمية ضمن البحوث اللي تقدمت. إن في بداية الصيف أو الآن هناك تنوع في المواضيع، مواضيع فيها القرب وفيها لمسة طبعا هاد الشباب من الطلبة الطموحين اللي كيقاربوا العديد من القضايا التي تهم المجتمع المغربي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.